درك الآن أنت عشت أنت والمجتمع بتاعك وبدلت أمر الله وصعب عليك الزواج، هذا أمر يخصك. يعني كاين بزاف ناس راسمين في نفوسهم أمور ما أنزل الله بها من سلطان. شحال من إنسان نقول له توكل على الله تزوج، عندك غرفة تزوج من بعد يفتح ربي. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وش معناتها؟ ثلاثة حق على الله عونهم، والرجل يريد النكاح، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب، والرجل يريد النكاح، العفاف، يريد العفاف كما في صحيح البخاري. يعني ان انت دير في بالك ربي قال لك روح اخطب وتزوج باش نبدا نعاونك. حنا رانا نقولوا له اعطينا باش نروحوا نتزوجوا. هذا هو الفرق بيننا دركا بين الاولين. بكري الناس تتزوج متكلين على الله. ربي قال ان يكونوا فقراء وليستعفي في الذين ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. روح تزوج ومن بعد انا نعطيك. هذيك البنت الرزق تاعها كنت نبعتو عن طريق باباها، نعود نبعتو عن طريقك انت. انت ما عندكش دخل، انت ما توكلش روحك، انت ما توكلش روحك. ومن بعد تولي تاكل وتشرب لاباس عليك. احنا لا هضرنا مع ناس قال لي انا وكان ما نضمنش شهريه مينيموم 4 ملايين ما نتزوجش. قلت له ريح استناها استناها حتى تجي 4 ملايين. انت خلقت القانون تاع ربي، اقعد استنى لا افتح عليك ربي تزوج ما افتحش، اقعد استنى. نتلاقاو في 60 سنة ان شاء الله. اذا الان حنا واش درنا؟ خرقنا القوانين ودرنا بروتوكولات، درنا الهيبات ودرنا الهادي والشرط والعرف والتقاليد ودرنا بزاف عفايس. حنا خلقنا نفوسنا هذا الامر هذا، هذا نتحملوه ربي ما عندوش دخل في الامر هذا. ربي ما درناش شي هذا، حنا نتحملوه. الصعوبه تاع الان ما صعبهاش ربي، حنا صعبناها روحتينا. الزواج اسهل مما نتصور نحن الان، اسهل مما تتصور، اسهل. تقدر ما دير لا عرس لا والو، حنا نخمو في مئات الملايين واش نقول. العرس خطره في حياتي، لازم ندير، لازم وكذا فلان وكيفاش، لازم ندير لهم كيما هذيك ولازم نديروا كيما العائله، وعيب وليد عمو دار العرس وما يديرش، وعيب كذا، عيب عيب عيب، قعدنا في العيب. حنا صعبنا على روحتينا. والا الصحابه لو كان نذكروا نماذج كيفاش تزوجوا، النبي عليه الصلاه والسلام جاي من عمره، دخل دار عمره القضاء معه امه من الناس، جيش معه، جيش معه، تزوج، القى ام حبيبه، خطبها في مكه، ركبها، دار خيمه، دخل بها، وجا راجع المدينه، جابها معه وجا، خلاص هي زوجه، وكانت من اعبد الناس، من اعبد خلق الله، وعاش معها من احسن الحياه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عندكم معلومه، كل ازواجه عاش معهم حياه رومانسيه كما نقولوا احنا بين قوسين، وحياه عاطفيه جميله جدا عاش معهم. يعني باش يقول لنا باللي الحياه سهله. الصحابي جات امراه وهبت نفسها للنبي، امراه وهبت نفسها مؤمنه، قال ربي وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. يعني الان جات قالت للرسول عليه الصلاه والسلام وكانوا الصحابه حاضرين، قالت له يا رسول الله هل لك في حاجه؟ رضي الله عنها وارضاها، احبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها ربي باللي امراه مؤمنه في الصلاه في القران، مذكوره في القران تخيل. يعني هذه المراه عندها مقام كبير. جات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليها الرسول عليه الصلاه والسلام فلم تعجبه، قال لا ما عنديش حاجه. هذا علاش؟ وش معناتها؟ معناتها ماشي معناتها خطبوا لي والدي وانا ما على باليش، جابوا لي كما نقولوا احنا قط في شكاره. ومن بعد يقول لك لا لا ويضربوا ويبدا يطيح عليها بالضرب. لا، احنا الدين تاعنا تنظر الى المراه تعجبك تدي، ما تعجبكش ما تديهاش، ما تديهاش ومن بعد تضلبها. تولي زواجكم غلطه. ومن بعد تولي المشاكل، ما كاش موده، ما كاش كذا، ومن بعد تولوا تتعاملوا بالخلفيات وتولوا بعد ذلك المشاكل يمتصوهم الاولاد، وتولي تعتدي الامور الى اكبر من ذلك. احنا لا، احنا عندنا قناعه، قناعه في المنظر، قناعه. هذيك القناعه النبي ما عندوش، لانه هذا امر فطري من عند ربي. ربي يقذف النظره في نفس الانسان. شافها الرسول عليه الصلاه والسلام قالها لا ما عنديش حاجه. هنا واحد من الصحابه كان واقف من افقر الناس، قالوا يا رسول الله زوجها لي.
قال له وش عندك؟ وش تقدر تكون عندك انت؟ وش عندك؟ قال له ما عندي والو. وش لابس الانسان هذا؟ لابس من تحت ازار الفوق عريان، ما عنده والو، ما عنده حتى حاجه. قال له النبي عليه الصلاه والسلام روح التمس ولو خاتما من حديد، روح شوف كيما تلقى خاتم من الحديد، كيما نقولوا حنايا بولون برك كرو، راح يحوس دار دار المدينه عاود ولا ما لقاش بولون، ما لقاش خاتم. قال له والله ما لقيت، ما كاش، ما عنديش حاجه هكذا، ما عنديش خاتم تاع حديد، ما عنديش. قال له النبي عليه الصلاه والسلام خاتم حاجه، مد له حاجه للمراه هذه. قال ما عنديش. قال له واش عندك؟ قال له اكتوف عندي لا املك الا ازاري هذا. يعني كي تقول تاع الصح ما عندوش الانسان، يعني ما عندك هيدوره، ما عندك فراش، ما عندك والو، مخده تعطيها لها، ما عندك والو، انت ما عندك والو، ما عندكش بورطابل، ما عندك والو، ما عنديش بورتفاي، ما كاين والو، والو هاك متاكد ماكش مخبي والو في الكارت فيزا اورو، والو ما كاين والو، سما ما عندك والو. قال له عندي الازار هذا وكان نحيه نولي بوالو تاع صح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء من القران؟ قالوا عندي. قالوا خذها على ان تعلمها شيء من القران، قودها واه وبنى وعائله. يعني بكل بساطه احنا صعبنا ورحنا للحرام، مشينا للحرام صعبنا على روحتنا، سهل انسان على الناس، سهل. قدرت جاء راجل، راجل طول وعرض وما شاء الله متربي ومدين متخلق، لانه رجال قلال، يعني هذيك واحد كما يقولوا واحد البضاعه اي قليله، اي كاين واحد المعدن راهو قليل بزاف درك باش يجمع لك بين الدين والرجوله والاخلاق، اي قليله درك. هذاك الانسان تشوفه هكذاك، انت سكنوا عندك، انت عندك 100 ساعه قول له ارواح نعطيك هذه، روح تفتح لك ربي، توكل على الله، سهل سهل. وانت ما تصعبش على نفسك باش تتزوج، ما تبيش تقول حتى ندير وندير وندير وندير، جيب وارقد في الارض، فرج حصيره وارقد في الارض، يفتح عليك الله. وحلاوه الحياه ليست في بهرجها، وانما حلاوه الحياه في بساطتها. البساطه اجمل شيء موجود في الحياه. البساطه ولو كانت رفاهيه، والبساطه ولو كانت في الفقر. اجمل شيء في الحياه هو البساطه وعدم التكلف. الحمد لله اخوتي، والله العظيم الى هذا الشيخ هذا اللهم بارك صراحه في المستوى او اكثر من المستوى يكون صراحه، وما عقلت الصراحه شكون اللي قالها لي، واش بنت ولا الدري اللي احد المتابعين ولا المتابعات اللي قال لي، يعني هذا راه في الجزائر كنقولوا له طبيب القلوب، يعني لانه كيوصل الرساله بواحد الطريقه اللي صراحه كتقيسك في قلبك، يعني كتوصل لك الرساله، كتوصلك كتحس بها. صحيح دابا كاين فيديو لاجبك، فيديو خلي الله يقول الاراء ديالك في الكومنتات. الله